اتعرف على حضرتك؟ ايمن صادق، عضو مجلس الشعب. عايزين نعرف ايه اسباب دعم حضرتك للمهندس خيرت الشاطر كرئيس لمصر؟ لا تاني معلش، اسباب دعم حضرتك لخيرت الشاطر كرئيس لمصر؟ احنا حضرتك استشعرنا في الفترة الحالية ان الثورة في خطر، ومن كان يقول قبل ذلك ان الثورة سرقت، لا احنا بنقول له الثورة ما سرقتش قبل كده، ده هي في محاولات لسرقها الان، بل مش لسرق الثورة، ده الحالة يعني وقتها من مهدها الان، الفلول بتتجمع وراها من وراها لمحاولة فرض رئيس من النظام السابق على مصر، وتلغيم الطريق في الأرض في طريق الجمعية التأسيسية حتى يأتي رئيس على دستور 71 بالصلاحيات القديمة اللي كانت الواسعة اللي الشعب المصري كله رفضها، فيبقى كده احنا بنرجع لمنطقة الصفر تاني قبل قيام الثورة إطلاقا. فهو ده السبب الرئيسي اللي خلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يفكروا في الدفع بالمهندس خيرت الشاطر مرشح للرئاسة. وعشان كده احنا جايين النهاردة عشان نعلن للشعب اجمع ان احنا كجماعة الاخوان المسلمين وكحزب الحرية والقعدة ما زلنا ايد واحدة، ما زلنا مصطفين ورا قيادتنا ورا قرار جماعتنا اللي بني على الشورى. ماذا عن العفو اللي مهندس خيرت الشاطر المفروض ياخده من مجلس الشعب؟ لا هو محدش قال ان لا الكلام ده مش صحيح، هو ليس مجال تفصيل معينة، المجال التفصيل في القانون ده في الموضوع ده يبقى مع القانونيين، ولكن جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين وحزب زي حزب الحرية والعدالة وبه ما به من الكفاءات القانونية اللي العالم كله يشهد لها، مش هتغامر وتدفع بالمهندس خيرت الشاطر اللي ترشح على هذا المنصب وهو يعني في طريقة أوراقه أو صحيفته الجنائية فيها حاجة يعني تمنع من هذا الأمر. شكرا لحضرتك. نتعرف بحضرتك مهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب. تمام، عايزين نعرف أسباب دعم حضرتك لمهندس خيرت الشاطر كرئيس لمصر. كان مفاجأة للشعب المصري كله. لماذا هذه المفاجأة الشعب المصري كله؟ هذه إذا كانت مفاجأة للشعب المصري فسوف نوضح للجميع الأسباب التي دفعتنا للتقدم بمرشح الآن وخيرت الشاطر بصفة خاصة. الأسباب التي من أجلها أعلنا أننا نتقدم بمرشح هي الأسباب التي دفعتنا للتقدم بمرشح الآن. أعلننا في العاشر من فبراير أننا نتقدم بمرشح لأنه كانت تتهدد مصر في ذلك الوقت أثناء قيام الثورة بأن البديل هو الإخوان، وفي هذه الحالة كان هناك خشية من تدخل أجنبي لإجهاض الثورة في مهدها. أما وأن الثورة كانت نجحت وأن الثورة ممكن لها إلى حد ما وتمت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، كنا نتوقع أن الجهاز التنفيذي سوف ينحاز إلى هذا الشعب العظيم، وأن الحكومة الموجودة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف ينحاز إلى هذه الثورة. ماذا عن العفو الذي سيصدر عن مهندس خيرت الشاطر؟ العفو صدر عن مهندس خيرت الشاطر وأعود لها اعتباره. لا شك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش قد حمى هذه الثورة، لكن الأداء المهترئ لهذه الحكومة وتعويق النواب عن القيام بدورهم ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة هي التي دفعتنا أن يكون لنا في الجهاز التنفيذي وفي أعلى مستوياته أن يكون لنا من يمكن لهذه الثورة من أن تحقق أهدافها وأن تحقق لهذا الشعب العظيم الذي ضحى من أجلها بشهدائه أن تحقق لهم ما يسبق إليه. ووجدنا أن الشخصية المناسبة في هذا الوقت هي المهندس خيرت الشاطر. شكرا لحضرتك. شكرا.